صبح عليكم مرة تانية، وخلينا برضو نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونروح نتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. يا لمياء، رمضان ما بيعديش من غير ما تفطري عند مين؟ بصي يا منة، أنا تربيت في بيت عيلة وكنا متعودين كل رمضان، كل وقفة عيد، كل عيد، كل يوم جمعة لازم العيلة كلها تتجمع. الله. فلما جيت من المنصورة على أكتوبر بقى في عندي مشكلة إن أنا مش عارفة أشوف خالي كتير، لأن هو تقريباً اللي مربيني، فلازم في العيد لو ما جاليش هروح له، لو ما جاليش في رمضان هروح له. فيعني مرتبطة بيه جدا، ومفيش مناسبة ممكن تعدي غير لما يكون موجود في حياتي، ولو مش موجود بحس انه لا انا ما جاليش رمضان، لا ما عيدتش، فلازم اروح له. هو ده بصراحة اللي ما ينفعش اي مناسبة من غيره. وفي الاصحاب بقى، المدرسة، الجامعة، الشغل، مش لازم اصلا رمضان ما بيلحقش اصلا نقعد في كل العزومات. هو انا ما كنتش حريصه قوي ان انا يبقى عندي دايره اصحاب بالحقيقه، لكن انا كنت مرتبطه باسرتي الصغيره اكتر من اي حد تاني، لكن علاقتي بكل الناس الحمد لله كويسه يعني، لكن محدوده شويه. فهو خالي اللي اهم حاجه عندي ان انا اقضي معاه كل مناسبه. بصبح عليكم وبصبح على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبداها من محافظه القاهره، وبالتحديد من كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه بسيطه للسيارات امام اللي قادم من جيزه وباتجاه مناطق وسط البلد، وفي كثافات ثانيه في الاتجاه العكسي. نفس الموضوع للمتجه من ميدان التحرير ورايح لمدينه نصر ومحور النصر. كمان بتظهر كثافات متحركه في شارع عباس العقاد والطيران وصولا الدائري. نفق الأزهر كمان بيشهد ظهور تباطؤ في حركة المرور للي قادم من صلاح سالم ورايح على ميدان الأوبرا أو العكس. كمان بتظهر بعض الكثافات المتحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا لحد شارع أحمد سعيد. هنروح دلوقتي لشوارع الجيزة، وفي كثافات على طريق المحور اللي قادم من ميدان لبنان، أما المتجه لأكتوبر في كثافات مرورية، وده نتيجة التحويلة من محور 26 يوليو للمهندس شريف إسماعيل، بعد كده العودة مرة تانية للمحور. لو رحنا لمحور صفت بيشهد كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. شارع الهرم بدأت تظهر عليه كثافات مرورية، وده طبعا نتيجة التحويلات. كمان ناخد بالنا من غلق الطريق الدائري القادم من أكتوبر، ولازم الاتجاه من نفق حازم حسن لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج كبديل للطريق. أما القادم من طريق الواحات فيفضل الطريق السياحي الجديد. كمان بتظهر كثافات مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، وده مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة، بدءا من نزلة كوبري فيصل لحد شارع التحرير. كمان ظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة، وانتقل هناك رجال المرور لسحب أي كثافات من أعلى الطرق. هنروح دلوقتي لمدينة الإسماعيلية، وهنلاقي في شوارع الإسماعيلية سيولة مرورية كبيرة، وخصوصا على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية، وطريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية، ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. من منطقة القناة نروح لجنوب الصعيد، ونكمل مع محافظة سوهاج، واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية. في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق الدائري المؤدي الطريق المؤدي للجامعة كمان في كثافات نسبية. في كمان كثافات نسبية تانية عن طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في كثافات مرورية لكنها بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. خلصت كده جولتنا المرورية.